قول لي يا رايقين والله صباح الفل. عايز اقول لكم عشان في ناس كتير كانت بتسال المسلسل 30 حلقه ولا 15 حلقه، فانا عايز اقول لكم ان هو 15 حلقه بس، وللاسف النهارده الحلقه الاخيره تيجي الساعه 9 على قناه الحياه الحمراء، فهيبان فيها كل حاجه خالص وهيعرفوا مين مات ومين صحي ومين اللي قتل ومين اللي عمل كل الكلام ده، هيبان النهارده في الحلقه الاخيره الساعه 9. ولو انت فوتت الحلقات اللي فاتت كلها تقدر تتفرج عليها كلها على واتش ات ورا بعض على الابلكيشن واتش ات. حاسس ان انا بقالي كتير ما جيتش مدينتي، الدنيا اتغيرت هنا خالص. حبيبي ايه السلامة انت بقى؟ انا حاسس ان انا هروح انام تاني اجي الاقيهم عاملين هنا قطر بيطير، انا مش عارف ولا طيارة بتطير. صباح الخير، صباح النشاط والطاقة الايجابية على الصبح، يومكم حلو. بهزر والله انا مبسوط اهو. بص عشان بس عبده افتكرني ان انا متضايق بجد، انا مبسوط يا عبده. ايوه انا سعيد والله، انا سعيد يا عبده. بعدين حد يشوفك مش هيبقى مبسوط؟ انا بص في قمه السعاده النهارده. صباح الخير يا جدعان بجد. Looking for something.